اليوم في هذه المحطة 11 محطة رقم 11 من هذه المنتديات الجهوية في المحطة قبل الأخيرة في جهة العيون الساقية الحمراء، كما عينتوا تعبئة منقطعة النظير ديال المنتخبين والمناضلين ديالنا في هذا المنتدى الجهوي. فهذه الصبيحة في الورشات كان انخراط وكان تعاطي جد إيجابي مع المواضيع والتيمات اللي كانوا مطروحين في الورشات، ولكن كذلك في الجلسة العامة شفتوا في التوصيات ديال هذه الورشات وفي جميع المداخلات المنتخبين ديالنا كيعلنوا إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد أنهم بنفس باقين في نفس القدر من التعبئة أو أكثر، كيعلنوا أنهم واعون بالأدوار وبالمسؤولية اللي ملقت على عاتقهم المنتخبين ديالنا، وهذا هو الهدف من هذه المنتديات، كيمشيوا بكل حماس في التنزيل أولا والمواكبة ديال التنزيل ديال السياسات ديال الحكومة في جميع الميادين، على رأسها الميدان الاجتماعي ولكن كذلك في جميع المجالات، كذلك في المواقع اللي كيشتغلوا فيها سواء كانوا في الأغلبية ولا المشاركة في الأغلبية ولا في المعارضة، قائمين بالأدوار ديالهم والحزب كيفتخر بهم بهذ المنتخبين. ولكن المقصود من هذه المنتديات أولا وأخيرا هو أن الحزب يخرج برؤية واضحة تجاه الأدوار ديال هذ المنتخبين، ولكن كذلك تجاه المؤسسات خاصة الجماعة الترابية اللي هما كيمثلوها، اللي منتظر أن الحزب بعد نهاية هذه المنتديات يعبر ويفصح ويقدم الرؤية دياله اللي منتظر أنها ترتقي بالعمل في هذه المؤسسات خاصة في الجامعة الترابية.